نروي الحكاية حتى نرى الشمس من دون قضبان، هذا عنوان ملتقى الحكاية الذي يقام لعدة أعوام من أجل الاحتفاء بفن الحكي بالمسرح وتشجيع القراءة والكتابة وتشكيل الهوية والحوار بين الثقافات. يقام هذا الملتقى هذا العام من 29 تشرين الأول حتى 5 من تشرين الثاني، وإحنا اليوم موجودين حتى نتعرف على فعاليات هذا الملتقى. السنة نحن طبعا بعد انقطاع السنة الماضية للأسف ما قدرنا نعمل وعملنا نسخته الرقمية، فإنا سنتين فرجعنا عطشانين لأنه ننزل على الساحات العامة، نطلع على المحافظات، وجايبين حتى ناس من البلاد الشام من مصر كلها تيجي عشان نعمل القصص والحكاية. القصص بالنهاية اليوم هي الأساس لكل شيء، وإحنا عمالنا بنحاول نرجع مركزية القصة. القصة كانت بتاريخ البشرية هي الأساس، كيف نتعلم، كيف بنحكي، كيف بنشارك، كيف بنحافظ على تراثنا. والمهرجان هاي السنة 14 عمالنا بنحاول نرجع لمركزية هاي القصة ونرجع أهميتها في القطاعات الفنية والتعليمية، لأنه نحن بنآمن إنه الحكي هو للجميع، والأشخاص الصم هم من جزء من المجتمع ولازم يتلقوا التهيئة المناسبة. عشان هيك في عنا عدد من العروض سواء عمان ولا مادبة ولا إربد إنه رح نعمل فيها ترجمة إشارة عشان الأشخاص الصم يقدروا يجوا ويستمتعوا بالحكاية زينا زيهم. بدعوة من القائمين على مهرجان حكاية اليوم، احنا بنشارك معهم بموضوع ترجمة لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية عندنا في الأردن الغالي. ضروري جدا انه الاشخاص الصم يندمجوا في جميع المجالات الحياة الفنية الثقافية السياسية، مش نفرض عليهم فقط ترجمة اللي هي سياسة في الأخبار. هلا البرنامج هي توعوية وكثير رائعة وحلو مشاركتهم تكون في البداية حضور، ومن ثم تكون هم يعملوا ويرووا الحكايات إن شاء الله. أنا مشارك في مهرجان حكاية 14، كما شاركت في مهرجان حكاية 13 والثانية عشر، وكنت متدرب في مهرجان حكاية 11. هاي مشاركة ثالثة، شاركت في مهرجان حكاية 11 الثانية عشر والثالث عشر وهاي 14 أنا مشارك الثالث. هذا إشي مهم جداً، إحنا ننشر ثقافتنا وتراثنا والحفاظ على تراثنا وهويتنا بجميع البلدان، وخاصة إحنا بالأردن هاي هي بلدنا الثانية، والناس بتحب تعرف شو حكاية الشعبية اللي إحنا بنحكيها بفلسطين واللي بيحكوها أجدادنا. مشاركتي بهذا المهرجان بتحكي عن شيء أنا كتير حبيته وقت اكتشفته وحبيت أعرفه. نحن بالعادة بالمناطق الأرياف دائماً بنحفظ مواويل عتابة، فستي الله يخلي لي إياها مرة عم بسألها يا ستي شو معنى هالموال؟ أم قالت لي تعي لقلك هذا الموال قصته هيك هيك هيك، تلا يعني حقيقية؟ قال إيه حقيقية. فأنا دائماً بحب أحكي قصص المواويل العتابة يلي نحن بنحفظها ومنقولها ومنرددها وما بنعرف أساميها.